هل ما يفعله بعض الدعاة عندما يسلم شخص يقولون قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول، ويزيدون عليه أشياء منها وأشهد أن عيسى عبد الله ورسول وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق، هذه لا أصل لها وهي بدعة، ولا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسلم أن تلقنه غير الشهادتين. ولا أعرف أحد من العلماء يأمر بهذا ولا يقول بهذا، وقد بحثت عن كلام للعلماء في هذا فلم أقف عليه. وكان شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز إذا لقن أحداً يلقن الشهادتين فقط، هكذا العلماء. ولذلك هذه ثقيلة على الإنسان المبتدئ وهو ما يفهمها أصلاً ولا يفهم معانيها، يجلسون معه فترة طويلة حتى يفهمونه. يكفي أن تلقنه الشهادتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح. وأما تلقينه ما زاد هذه شرائع تفصيلات، إذا أردت أن تلقنه الدين كله عند الشهادتين يحتاجك تقعد معه سنة كاملة حتى تلقنه. فهذا في نظري أنه خطأ وأنه بدعة لا أصل لها، والله أعلم.